نتواجد الآن في منطقة ثعبات والتي تقع تحديدا في الجهة الشرقية من مدينة تعز، حيث لا زالت المعارك مستمرة بعد قيام رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني بتطهير عدة مباني كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي. والحديث حول آخر التطورات والمستجدات في هذه المنطقة ينضم إلينا هنا القائد الميداني مزهر الأديمي ليطلعنا عن آخر مستجدات الأحداث في هذه المنطقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفقنا الله سبحانه وتعالى وبدأنا نقتحم حي قريش، وإن شاء الله يوما عن يوم ونحن نزداد تقدما، وكلما مر ساعات ونحن نأخذ مزيدا من البيوت، وبفضل الله تعالى نحن نتقدم في العديد من الجبهات مسنودين بطيران التحالف جزاهم الله خير، فقد ساعدونا في ضرباتهم الجوية الكثير، وما زلنا نتقدم ومعنوية الشباب عالية ومرتفعة، وإن شاء الله عما قريب نطهر المنطقة كاملة ويأمن الناس ويعود جميع الناس إلى منازلهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية بإذن الله تعالى. إذن لا زالت المعارك مستمرة ولا زالت المقاومة الشعبية تحرز كل يوم تقدما جديد بإسناد جوي من طيران التحالف العربي، ورجال الجيش الوطني هنا على الأرض يحرزون كل يوم تقدما جديد. نلاحظ الآن اشتداد المواجهات وتتابع العمليات العسكرية هنا في محافظة تعز وتحديدا في جبهة ثعبات التي تشهد منذ 4 أيام اشتباكات مستمرة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.